يصلحك الله. مش وقت ما نبالي ما نبالي ما نبالي، ما عاد لقيناش ناكل ولا لقينا عمل ولا لقينا وظائف ولا لقينا شيء. اتقوا الله، ما نبالي ما نبالي ما نبالي. طيب واحنا عن متجور ما عاد لقينا لا عمل ولا وظائف ولا عاد استرنا نشتغل. المؤسسات الخاصة غلقت، السفارات نقلت، وانتو كلكم ما نبالي ما نبالي. اشتي تبالوا ولا مرة، الله يسيبكم، الله لا وفقكم. ما تبالي أنت طبعا ما تبالي، بس أنا اتضررت من هذه القضية. طاحت أموالي ومستقبل عيالي لجل حربك والبرع والهوشالية. المشاكل خسرتنا كل غالي، واليمن بينتهي باقي شوية. ماتي
بالي 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 اف الله لا وفقكم جيفتوا بنا كنوا تغسلوا قبل ما تزوموا وبعد ما تزوموا والله لا وفقكم اف